بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين. كنا وقفنا عند الفلسفة الفستانية وسيطرتها على المفكرين الأوروبيين، وكنا وقفنا عند قول الشيخ أو مناقشة الشيخ لبعض الفلاسفة الأوروبيين، لمنهم كانت ولمنهم هيوم وغيرهم، إن كلامهم يؤول إلى الفستانية. وكنا وقفنا عند قضية مهمة جدا الشيخ يكررها كثيرا في هذا الكتاب ويؤكد عليها في هذا الكتاب، بل لا نبالغ إذا قلنا إنه ألف الكتاب لأجل مناقشة هذه القضية من جميع جوانبها، وهي قضية مدى الثقة بالعلم التجريبي وما الذي تفيده التجربة. فالشيخ يؤكد في مواطن كثيرة من الكتاب، وسيؤكد هنا أيضا، أن التجربة بتعطي حكم جزئي، أي وصف فوق هذا الحكم الجزئي فهو ليس من عمل التجربة. يعني لما أنا أجيب حتة حديد وسيحها بالحرارة، غاية ما تعطيني التجربة أن هذا الحديد، هذه قطعة الحديد المعينة المخصوصة التي في يدي، تمددت بالحرارة. طيب، يبقى إذن هذه هي حدود التجربة. هأتي بعد ذلك مجموعة من الأمور، منها مثلا التعميم، عندما أقول كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا ليس من فعل التجربة لأني ما جربتش كل حديد، إنما من فعل العقل، هذا عمل العقل. طيب، يبقى عندنا كمان أحكام زي الجواز والوجوب، يعني هل يجب أن يتمدد كل حديد ولا هل يجوز الحكم بالجواز والوجوب ده أيضا ولا يستحيل، دي كلها أحكام لا تعلم بالتجربة إنما تعلم بالعقل. فإذا العلم التجريبي رغم أنه بيؤله الآن، ورغم أنه بتنسج حوله الأساطير، ورغم أنه بيقال أنه قادر على أنه يحل كافة المشكلات، لكنه في الحقيقة وحده قاصر ولا يستطيع أن يعطي ما يؤمل منه. هل المسلمين في حضارتهم اعترفوا بالتجربة كمصدر من مصادر المعرفة؟ الإجابة نعم، لكن المسلمين ما اعتبروا في التجربة وحدها مجردة عن بقية المصادر، ولم يوجد في المسلمين فرقة أو جماعة تعتبر التجربة وحدها مصدرا للمعرفة زي ما حصل عند الأوروبيين. لم نجد عندنا مثلا المدرسة التجريبية الإسلامية مثلا، لا يوجد، التي يقابلها المدرسة العقلانية الإسلامية، لا يوجد. يعني في علماءنا لم يتوزعوا على مصادر المعرفة كما توزعت المدارس الأوروبية. الفكر الأوروبي من خصائصه إنه فكر راديكالي، يعني يأخذ الأمور ويذهب بها إلى أبعد مدى. يعني في عصور التدين كانوا يقتلون العلماء وينكرون التجارب وينكرون العلم التجريبي وكذا وكذا. طيب، لما تركوا الدين صاروا يستهزئون بالأديان جميعا ويحاربون الأديان جميعا ويستهزئون بالمسيح والسيدة مريم والحرية و و و و فالعقلية الأوروبية عقلية طفولية، بخلاف العقلية العربية الإسلامية، هي عقلية فيها قدر كبير من الحكمة، اللي بيسميها كثير من الفلاسفة الحكمة المشرقية
أو حكمة الشرق. فالشرقيين هم أصحاب الحكمة، والمعرفة العقلية والعلوم العقلية عندنا ما زالت أقوى حتى يومنا هذا فيما أعتقد يعني، وأكثر متانة وأكثر قوة من الفلسفة أو اللي بيسموها فلسفة عند الغربيين. إحنا كنا تحدثنا قبل ذلك في هذه النقطة وقلنا إنه ما يسميه الغربيون فلسفة هو في الحقيقة عبارة عن انطباعات ذاتية بترتب ترتيبا معينا، ثم بعد ذلك يسمونها فلسفة، خاصة يعني إذا صيغت بأسلوب أدبي معين وصار فيها غموض معين، فخلاص فلان كتب آراءه وانطباعاته وكذا فتسمى فلسفة فلان. الحقيقة إن الفلسفة علم منضبط يبحث في قضايا محددة، فالغربيون طبعا، لذلك الغربيين العوام الغربيين وكذا بيعتبروا إن الفلسفة وما يسمونه الأدلة الفلسفية بالنسبة لهم غير معتبرة. لماذا؟ أنهم يتحدثون عن أدلة عقلية وبرهانية وفلسفية معينة في أدمغتهم هم. هم عندما ينكرون الدليل العقلي، لماذا؟ لأنهم رأوا ما يسمى دليلا عقليا هو ما تنتجه الفلاسفة الغربيون أو ما ينتجه الفلاسفة الغربيون. كذلك كفروا بالأديان جميعا، لأنهم ما يعرفونه عن الدين عرفوه من خلال النصرانية، فسحبوا الحكم الذي أعطوه للنصرانية على كافة الأديان. فأزمة كبيرة بيعيشها الحياة الفكر الغربي الحديث، بعضهم ملتفت إلى هذا وغالبهم غارق لا يدري شيئا، وما تنتجه المعامل والمصانع الأوروبية من تكنولوجيا وغيرها جعلهم في غفلة مضاعفة، لا يكاد الواحد منهم يلتفت إلى الأسئلة الفلسفية الحقيقية، أسئلة الغاية. الفلسفة هي سؤال عن الغاية، سؤال الغاية الآن لا يكاد يلتفت له أحد، لأن الحياة صارت مليئة بالأحداث مزدحمة فيها ملهيات كثيرة، الواحد في يوم هناك بيعمل من الصبح بالليل زي المكنة، وفي يوم الحد يروح يسكر وكذا زي الحيوانات بالضبط، وهكذا ينقضي العمر ما بين العمل والشهوات. لذلك أنا بحب دايما أكد على فكرة إن انحطاط المسلمين الحالي، هذا الانحطاط الحالي ما خسرش المسلمين بس، وإنما البشرية كلها خسرت من هذا الانحطاط. المسلمين إذا كانوا في موطن القيادة أعتقد هيكون لهم دور مهم جدا في تصحيح مسار الفكر الإنساني كله، وده حصل بالفعل لما في عصر السيادة الإسلامية وجدنا علم الكلام الإسلامي مثلا بيؤثر في كافة الأديان، فينشأ عندها أيضا علم يشبه علم الكلام، فعلم اللاهوت الدفاعي ينشأ في أحضان الكنيسة تقليدا لعلم الكلام وأخذا من علم الكلام حتى يثبت العقائد الإيمانية المسيحية بالأدلة العقلية، وأخذوا أدلة وجود الله غالبها من العقل العربي الإسلامي. فهكذا، فأنت إذا كنت مهيمنا حضرتك هي السائدة، فأنت بتأثر قبل أن تؤثر في حياة الناس، أنت بتأثر في رؤيتهم للوجود. كما أن المسلمين الآن أيضا متأثرون بالرؤية الغربية للوجود، فكثير من المسلمين صاروا ماديين دون أن يشعروا، وفي هذا الجو بيكون الفكر السلفي المادي مناسب جدا في هذه الأجواء. المهم الآن إن إحنا نرجع إلى ما كنا فيه. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول إن الوجوب والضرورة
لا يعلمان بالتجربة. يقول الشيخ: وفي الحقيقة لو اجتمعت تجارب الدنيا، يلا يا شيخ محمود. وفي الحقيقة لو اجتمعت تجارب الدنيا في مسألة ما أفادت معنى فوق في مسألة ما أفادت معنى فوق أن تكون تلك المسألة ثابتة متحققة لا يا شيخ محمود، وفي الحقيقة لو اجتمعت تجارب الدنيا على مسألة ما أفادت، ما أفادت يعني لم تفد معنى فوق أن تكون المسألة ثابتة متحققة الوقوع، مفهوم؟ طيب، إذا تجارب الدنيا كلها لا تفيد سوى الوقوع. يعني هل تمدد الحديد بالحرارة؟ نعم، نقطة بس فقط. طيب، وفي الحقيقة لو اجتمعت تجارب الدنيا على مسألة ما أفادت معنى فوق أن تكون تلك المسألة ثابتة متحققة الوقوع. بس أما ما فوق ذلك لا تعطيه التجربة، لا تعطيه التجربة. وإذا علمنا ذلك نعرف مدى تواضع العلم التجريبي، ووجوب أن يتواضع التجريبيون. نظرية التطور مثلا بيدعي أصحابها أنها تجريبية، أنها تجريبية، فأين التجربة في هذه الاكتشافات التي اكتشفوها؟ هي نظرية في الحقيقة عقلية مبنية على استقراء غير تام، فغاية ما تدل عليه نتائج هذه النظرية أن نتائجها ظنية. ماشي، أما كونها ضرورية مستحيلة الخلاف فخارج عن حدود التجربة. يعني بتقول لي لازم كل حديد يتمدد بالحرارة، أقول لك التجربة لم تعطي ذلك. هذا حكم عقلي. هتقول لي مستحيل كل حديد يتمدد بالحرارة، أقول لك ده برضه حكم عقلي منتقض بالتجربة التي فيها الحديد تمدد بالحرارة مثلا. يعني المهم انه اي حاجة هتقولها فوق الوقوع لا تعطيه التجربة، لا تعطيه التجربة. ماشي، أما كونها ضرورية مستحيلة الخلاف فخارج عن حدود التجربة متعال عن أن يكون مدلولها فلا يجرب الوجود والضرورة. والضرورة يعني الوجوب لا يجرب، لا يدخل في التجربة. الضرورة، الحكم والضرورة، أنه كلما وضع الحديد على النار تمدد ضرورة، لك ضرورة دي لم تعطيها التجربة. التجربة أعطت أن هذا الحديد الذي في يدي تمدد، بس ضرورة ده بقى حكم مش تجريبي، ده حكم مش تجريبي، ده حكم عقلي. التجربة ما قالتش ضرورة ولا ما ضرورتش، ما قالتش كده، هي خالص التجربة لم تقل أنه ضروري أو غير ضروري، واجب أو ممكن، ما قالتش. كل دي أحكام عقلية. ماشي، فلا يجرب الوجوب والضرورة، أيوه، أو بالأصح لا يعلمان بالتجربة، وكل ما أظهرت التجارب المديدة من وقوع حادثة عقب حادثة من غير تخلف، فالحكم المتيقن منه كون ذلك التعقيب عادة كما قال هيوم لا ضرورة، إلا إذا علم كون المقدم منهما علة للمؤخر، فحينئذ يكون التعقيب ضروريا
لكن العلية أمر خفي لا سبيل للعلم إليه إلا بالتجربة. أي ماذا يقول هنا؟ يقول: وكل ما أظهرت التجارب المديدة من وقوع حادثة عقب حادثة، يعني تمدد مثلا الحديد بالحرارة مثلا، من غير تخلف، يعني كلما أتينا بقطعة حديد ما الذي يحصل؟ تتمدد. طيب، من غير تخلف، يعني عمرنا ما جبنا حتة حديد وحطناها على الحرارة ولم تتمدد، فالحكم المتيقن منه عادة، يعني حكم عادي. حكم إيه عادي؟ يعني ما زال يقول العقل بإمكان تخلفه، لا ضروري، إلا إذا علم كون المقدم منهما علة المتأخر أو للمؤخر، فحينئذ يكون التعقيب ضروريا. طب هتثبت العلية إزاي؟ العلية دي برضو لا تعلم بالتجربة، العلية دي حكم إيه؟ عقلي. لكن العلية أمر خفي لا سبيل للعلم إليه بالتجربة. طبعا في فرق بين العلة والسبب يا أيها الإخوة، هناك فرق بين العلة والسبب. طيب، العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، لذلك الأحكام في الفقه مثلا تناط بعللها لا بأسبابها. طيب يلا يا شيخ محمود. قال: وليت الشعري كيف يقبل عقل كانت وإنصافه أن تكون القضية القائلة بأن الجسم يتمدد إذا سخن فيكبر حجمه، ويتقلص إذا برد فيصغر حجمه، ضرورة علمية بحجة استنادها إلى التجارب الكافية المفيدة للقطع، وأن لا تكون القضية القائلة بأن العالم المشهود الذي هو عالم الممكنات يحتاج وجوده إلى موجد آخر، إلى موجود آخر ليس من جنس هذا العالم، بأن يكون واجب الوجود ضرورة علمية لعدم ثبوتها بالتجربة. ضرورة ولا ضرورية؟ عفوا سيد، ضرورية علمية لعدم ثبوتها بالتجربة. نعم، القضية الأولى المؤيدة بالتجارب قضية الثبوت، قطعية الثبوت، لا يشك أحد في صدقها واضطراد صدقها وأنها مقتضى سنة الكون، ولكن على الرغم من ذلك، هل كانت تقوم القيامة وكانت الكائنات عاليها سافلها لو لم تكن سنة الكون كذلك؟ أو تخلف حكم القضية ولو مرة ولو بطريق المعجزة؟ فأي محال من المحالات العقلية المعروفة يترتب على فرض التخلف في حكمها؟ فالقيمة الحقيقية، يعني أنت عشان تقول إنه هذه القضية يمكن أن تتخلف، يعني إحنا ليه قلنا رغم أننا كلما أتينا بقطعة حديد لنضعها على النار كلما أتينا تمددت، ومع ذلك نحن لا نقول بالوجوب؟ لماذا؟ قلنا لأن العقل ما زال يفترض إمكان أن توجد قطعة حديد لا يمكن أن تتمدد أو لا تتمدد بالحرارة. ليه برضو؟ لأنه لن يترتب على هذا محال عقلي، يعني يكون الحديد يتمدد بالحرارة ممكن عقل، يكون لا يتمدد بالحرارة ممكن عقل. ليه؟ لأنه لا يترتب على إثبات تمدده أو عدم تمدده محال عقلا، فهو في الجهتين محال، مش محال، ممكن. ليه؟ لأنك إذا قلت يتمدد بالحرارة لا يترتب على ذلك محال، لا يتمدد بالحرارة لا يترتب على ذلك محال، لذلك وفي حيز الممكن. وطالما الأمر لم يترتب على إثباته محال أو عدمه محال، يبقى هو في حيز الممكنات العقلية. طيب،
فأي محال من المحالات العقلية المعروفة يترتب على فرض التخلف في حكمها. فالقيمة الحقيقية لهذه القضية أن الأمر كذا لأن سنة الكون كذلك، فلو كانت سنة الكون على خلافها كان الأمر غير ذلك، والله تعالى سن تلك السنة مختارا لا مجبورا، وفي يد قدرته تغييرها متى شاء، وليس لأحد أن يدعي عدم إمكان أن تكون سنة الكون على خلاف ما كانت. فمن هذا يعلم معنى قول كانت إن التجربة تدل على العادة ولا تدل على الضرورة. ومن هذا أيضا كانت ولا قول هيوم مثلاً. فمن هذا يعلم معنى قول هيوم. هيوم نعم. فمن هذا يعلم معنى قول هيوم إن التجربة تدل على العادة ولا تدل على الضرورة. ومن هذا أيضا يعلم أنه لا استحالة في تخلف قوانين العلم التجريبي، فغايتها أنها تستند إلى سنة الكون ولا تستند إلى المبادئ العقلية الضرورية. وتعلم جهالة الظانين بأن المعجزة التي هي خلاف سنة الكون مستحيلة، فإذا كانت قيمة الحكم في المسألة العلمية التجريبية التي ذكرنا لها مثالا من التسخين من الشيخنا بعدما قرر هذا الكلام إنك إذا فهمت هذه القضية ستفهم معنى قول هيوم إن التجربة تدل على العادة ولا تدل على الضرورة، يعني التجربة تعطيك حكم عادي ولا تعطيك حكما عقليا. ومن هنا أيضا يعلم أنه لا استحالة في تخلف قوانين العلم التجريبي، يعني قوانين العلم التجريبي لا استحالة فيها، فلذلك هي كلها من قبيل الممكنات. لذلك العلم دائما متغير، لأنه لو كان العلم واجبا أو ضروريا ما تغير وما تقدم العلم، يعني هو قوة العلم التجريبي في تغيره، لو كان ثابتا مصمتا ما تقدمت البشرية، يعني قوته في ماذا؟ في إمكانه. يعني برضو هذا الكلام مهم علشان حضراتكم ما تقولوش والله ده ممكن إذن هو محتقر، يعني لا هو ممكن يكون يعني إمكانه ده هو اللي بيعطيه المرونة علشان البشرية تتقدم ويصحح اللاحق السابق وكذا وكذا. زي بالضبط كان بنقول قوة المرأة في ضعفها، المرأة ضعفها ده هو اللي بيخلي زوجها يحبها ويعطف عليها وطيب هتعاند بقى معاه وتقف له راس براس هيدوس عليها، يعني خلاص ما بقتش فقدت سلاحها، هيعملها زي واحد صاحبه هيتخانق معاه وفي الآخر هي اللي هتتكسر بقى. فيعني حتى لا يظن إن إحنا لما نقول مثلا إنه العلم التجريبي بيعطي أحكام عادية غير ضرورية معنى كان العلم التجريبي وحش، لا، وقوته في كونه كذلك، ولولا ذلك ما تقدمت البشرية، فغايتها أنها تستند إلى سنة الكون ولا تستند إلى المبادئ العقلية الضرورية. طيب إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث قال وتعلم جهالة الظانين بأن المعجزة التي هي خلاف سنة الكون مستحيلة. المعجزة مش مستحيلة، المعجزة ممكنة عقلا، دخل في الإمكان العقلي، لأنه ليس كل ما خالف العادة داخل في حد الاستحالة. فإذا لا تكون المعجزة مستحيلة إلا إذا ترتب على وجودها اجتماع نقيضين أو استحالة عقلية. مفيش معجزة ربنا جاب بيها جابها لنبي من الأنبياء وهي تخالف قوانين العقل، وإنما هي تخالف قوانين العادة. المعجزة أمر الخالق للعادة وليس لها. فإذا هيجي لك ناس يقول لك هذه المعجزات غير عقلية أو لا تدخل العقل أو كذا، هي الحقيقة هي داخلة في حكم العقل في الإمكان العقلي يعني، لكنها مخالفة لعادتهم. فانظر كيف يجعلون عادتهم
هي الحكم والمعيار الذي ينبغي أن يرجع إليه كل الناس. ماشي. فإذا كانت قيمة الحكم في المسألة العلمية التجريبية التي ذكرنا لها مثالا من السخين والبارد لا تجاوز السنة والعادة، فأين هذه من مسألة وجود الله التي لو فرض خلافها لكانت الكائنات الموجودة غير موجودة، وهو محال متضمن للتناقض. يعني في حين أنهم يأتون إلى الشيخ هنا بيبين التناقض الموجود عند المؤمنين بالعلم التجريبي الكافرين بالله سبحانه وتعالى، فبيقول أنهم يعطون الحكم التجريبي وهو حكم ما تعطيه التجربة حكم عادي، يعطونه أحكام الضرورة، ثم يأتون عند قضية وجود الله سبحانه وتعالى ولا يعطونها حكم الضرورة، في حين إنك هذه التجربة لو لم توجد أصلا ولم يعرفها الإنسان أصلا ولم يوجد الإنسان هذه التجربة أصلا ما ترتب شيء في الوجود، ما ترتبت استحالة عقلية، في حين إنك لو فرضت عدم وجود الله سبحانه وتعالى ما استطعت أن تثبت وجود نفسك أصلا، إنه يترتب على نفي وجود الله سبحانه وتعالى المحال المتضمن للتناقض. هيبدأ الشيخ الآن بعد ذلك، ممكن تضعوا هذا العنوان إن أحببتم، الفرق بين حكم العقل وحكم العادة. وسبب هذا الفرق بين المسألتين عدم وجود ملازمة عقلية بين موضوع القضية المجربة ومحمولها، إذ لو وجدت الملازمة العقلية لما احتاجت إلى التجربة وثبتت من غير تجربة، والمحتاج إلى التجربة لا يكون ضروريا أبدا وإن ثبت صدقه بعد 100,000 مرة من التجربة، إذ لا يستحيل. يعني هو اللي بيحصل إيه يا جماعة، إن العقل البشري بيقع في خدعة التجربة، لأنه كلما قوي الربط بين الأمور العادية كلما تعلق الإنسان بهذا الربط. يعني أنت مثلا كلما شربت شعرت بالري، مفيش مرة جيت تشرب ما حسيتش إن المية ما عملتش حاجة، لا دايما بتشعر بالري. فأنت هذه هي العادة التي لا تتخلف. طيب العادة أقل شيء حتى يكون الأمر عادي إنه يحصل مرتين، يتكرر مرة واحدة على الأقل. طيب كلما قوي التكرار، كلما قوي اعتقاد الإنسان في العلاقة بين الأمرين حتى يصل لمرحلة نسبة الفعل لأمر من الأمرين واعتباره هو المؤثر بالوجود، يعني أو هو الموجد. فأنت كلما شربت شعرت بالري، تقول الذي أوجد وخلق الري هو الماء. ليه؟ بقوة الارتباط، إنه ما من مرة شربت إلا وشعرت بالري. لذلك اللي بيعيش في وسط المعامل، الأطباء، المهندسين، البيولوجيين، اللي هتلاقي ارتباطهم بالأسباب قوي. ولما نيجي نشرح لهم أحكام العقل وأحكام العادة ونقول لهم إنه الماء لا يروي، النار لا تحرق بنفسها، إنه ما فيش حاجة اسمها قوة ذاتية في الأشياء، يصعب عليهم جدا التسليم بهذه الأمور إلا بعد جدالات ونقاشات وآيات وأحاديث. ليه؟ لأنه غرقان لشوشته في مسألة، أو هو يرى في تحت الميكروسكوب أو يرى عمليا الانتظام في سنة الله سبحانه وتعالى في الكون التي يترتب شيء فيها على شيء، بحيث يظن الغافل أن الشيء رقم 2 مخلوق من الشيء رقم 1 أو أثر فيه الشيء رقم 1. طيب تفضل. إزاي سبب هذا الفرق تاني؟ معلش. وسبب هذا الفرق بين المسألتين
عدم وجود ملازمة عقلية بين موضوع القضية المجربة ومحمولها. يبقى مفيش ملازمة عقلية. ما هو التلازم العقلي؟ العقلي مش العادي، خد بالك، بين الري والشبع. الاتنين مش من جنس واحد أصلا. الماء دي حاجة مادية، الشبع دي حاجة معنوية، أو الري حاجة معنوية، النار والإحراق حاجة مادية وحاجة معنوية. فإذا مفيش ملازمة عقلية بين الأمرين، مفيش تلازم عقلي. طيب، بينما لما تقول الجزء أصغر من الكل في تلازم عقلي، لما تقول الأب سابق في وجودي على الأب تلازم عقلي، واحد زائد واحد يساوي اتنين في تلازم عقلي، واخد بال سيادتك؟ ففي تلازم عقلي هنا ولا تلازم عقلي هناك. ماشي. إذ لو وجدت الملازمة العقلية لما احتاجت إلى التجربة وثبتت من غير يعني تجربة. هي لو في خد، يعني ده أكبر دليل على عدم وجود الملازمة. ده أكبر دليل على عدم وجود الملازمة. إيه بقى هو؟ إنك احتجت إلى التجربة. طيب لو هي في ملازمة عقلية، عمرك ما هتجرب. عمرك ما هتجرب. ليه؟ لأنه في ملازمة عقلية، وطالما هي عقلية فالكل يدركها. يعني أنا أدركها وأنت تدركها، العالم يدركها، العامي يدركها، فلا تحتاج إلى تجربة. كونك عملت تجربة هذا يعني بوضوح إنه لا توجد ملازمة عقلية. ماشي. إذ لو وجدت الملازمة العقلية لما احتاجت إلى التجربة وثبتت من غير تجربة، فالمحتاج إلى التجربة لا يكون ضروريا أبدا، وإذا ثبت صدقه بعد 100,000 مرة من التجربة. يعني هتقول لي ده احنا جبنا حتة حديد وحطيناها على النار 100,000 مرة، جبنا 100,000 حتة حديد وحطيناها على 100,000 حتة من النار، ومفيش ولا مرة القاعدة تخلفت. الشيخ يقول لك وإن ثبت صدقه بعد 100,000 مرة برضو لا يكون ضروري. لماذا يا شيخ لا يكون ضروري؟ يعني أنت محتاج إيه تاني عشان يبقى ضروري؟ قال لك يا عمي، أنت الآن لو افترضت خلافه، يعني افترض كده خلافه، هيحصل حاجة؟ يعني لو قلنا مثلا جبنا قطعة الحديد رقم 1,000,000 ووجدناها لا تتمدد للحرارة، هل سيترتب على ذلك اجتماع نقيضين؟ لا. إذن هذا حكم عادي وليس حكم عقلي. حتى وإن جزمنا، طبعا مش معنى كده إن إحنا بنشك، يعني لازم برضو الكلام يكون عند حضراتكم واضح، وهو إن ربنا جعل سنن في الكون، وهذه السنن الكونية لا تتحول ولا تتبدل. يعني نحن نجزم أن كل قطعة حديد ستوضع على النار ستتمدد بالحرارة، مش معنى كده إن إحنا كل مرة بنشوف يا ترى إيه اللي هيحصل، لا، نحن نجزم بهذا. لكن ما مصدر هذا الجزم؟ العقل ولا العادة؟ الجواب العادة وليس العقل. لماذا؟ لأنه لن يترتب، لأنه أولا لا ملازمة عقلية بين الأمرين التمدد بالحرارة، ثانيا لأنه لن يترتب على عدم التمدد استحالة عقلية. يعني حتى وإن كنا نقول إن الحكم العادي ثابت، كلما وضعت حتة قطعة حديد على النار تمددت، وإنه الجزء دائما أصغر من الكل، الاثنين في عدم تخلفهم إحنا نصدق به، أو الاثنين أقصد في صدق القضية نحن نجزم به، لكن صدق هذه ليس في قوة صدق هذه، قوة هذه ليست كقوة هذه.